كيف كانت بورسعيد عندما دخلتها وكيف تحول فيها الحال خلال 6 سنوات دول؟ عارف انه سؤال كبير لكن يعني ده تاريخ ده. لا هو طبعا برحب بحضرتك ومنور بورسعيد ومنور اهلي في محافظه بورسعيد. ولما حضرتك رجعتني بالذاكره في 26 ديسمبر 2015 كنت بنحلف اليمين قدام فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبعد كده كان في اجتماع واتخذنا التوجيهات مع سياده الرئيس، وكان من ضمن احد التوجيهات لمحافظه بورسعيد ان غير وجه الحياه في بورسعيد الافضل. ده توجيه رئاسي انه غير وجه بورسعيد للافضل. واحولها من مدينه تجاريه الى مدينه صناعيه. ده 2. رقم 3، فخامه الرئيس قال لي خلي بالك من بورسعيد. بصنا على بورسعيد قوي. وانا قلت له والله يا سياده الرئيس على دماغي من فوق. وبعدين يعني انت بورسعيدي الاصل، فالوصيه جايه في محلها. اكون سياده الرئيس يعني يحملني هذه المسؤوليه العظيمه دي، ده كان شرف وتكليف. وفي نفس الوقت كانت حاجه صعبه قوي. ان انا عايز ما اخيبش ظن القياده السياسيه بان انا اقدر انفذ توجيهات سيادته في اسرع وقت. وكان بدايتها بملف العشوائيات. وكان سياده الرئيس كان اطلق ان شاء الله هيبقى بورسعيد خاليه من العشوائيات في 2018. والحمد لله. يعني انت كان قدامك يعني سنتين في سنتين بالظبط. فالحمد لله ربنا وفقنا بتعاون كل اجهزه الدوله، وبحب بنتهز الفرصه وبحب اقدم كل الشكر والتحيه والتقدير لمعالي وزير الاسكان في التوقيت ده، كان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء. اعطاني كل الامكانيات وان احنا نقدر نتعاون ونخلص هذا التكليف الرئاسي في اسرع وقت. وفعلا 2018 محافظه بورسعيد اعلنت خاليه من العشوائيات، وكان عندنا 5 بؤر عشوائيه معروفه جدا، لمنطقه الابوطي، منطقه لجبه ابو عوف، منطقه القناري الداخلي، منطقه اللي عند السكه الحديد، منطقه هجوج والاصلاح والجناين اللي كان مدخل محافظه بورسعيد. والحمد لله بتوفيق من الله عز وجل هو اللي ساعدنا في هذا الموضوع، ان احنا نجحنا الحمد لله بتعاون كل اجهزه الدوله. والحمد لله اهلينا ساكنين دلوقتي في الوحدات السكنيه بتاعتنا، واعلان بورسعيد خاليه من العشوائيات. اشتغلت على الملف ازاي يا فندم؟ يعني بدات الرصد ازاي؟ قبل ما تتولى، انا عارف انه حضرتك قبل ما تتولى كنت الحاكم المسؤول العسكري لبورسعيد. ده وفر لحضرتك يعني خريطه الطريق، نقدر نقول معلومات كامله. الحقيقه انا جبت من بورسعيد وانا مسؤول امني في محافظه بورسعيد في 2011. كنا بنامن محافظه بورسعيد مع قواتنا المسلحه المصريه العظيمه، اللي انا فخور ان انا احد رجالتها. ولولا القوات المسلحه في التوقيت ده كان تبقى الدنيا في مصر كلها كانت صعبه. والحمد لله ربنا وفقنا. انا جبت بورسعيد من 2011. من 2011؟ 2011 في بدايه الثوره، وشفت الدنيا كلها شكلها ايه من تحت. وبدات اكتب نوتس معينه كده. انا ما اعرفش ان انا هاجي مسؤول سياسي. بس بدات اكتب نوتس كده اهوت، وعرفت ان عشان القرار السياسي ينجح للمسؤول في المحافظه هنا لازم نقضي على العشوائيات. عشان دي كانت بتسبب ضغط كبير جدا. كان اي قرار بيتاخد في التوقيت دوت كان القيادات او الادارات المناوئه واهل الشر اللي كانوا موجودين في التوقيت دوت كانوا بيجمعوا اهالينا من مناطق العشوائيات وبيضغطوا على القرار السياسي. كان دايما كل يوم في المحافظه 24 ساعه. مظاهرات موجوده 24 ساعه. بيضغطوا على، خاصه انه في الساحه اللي قدام المحافظه دي مكان يعني مكان ممكن ناس كتير تقف فيه. فكانوا بيجوا يعملوا 24 ساعه موجودين، وكانوا عاملين خيم هنا. انا يوم يعني حلفت يمين 26/12، انا 27/12 داخل مكتبي مش عارف ادخل المكتب عشان خاطر المظاهره موجوده، عشان الاسكان. والسواق كان بيدخلني من عند مديريه الامن، قلت له لا، اليوم اللي مش هخش فيه مكتبي من بوابتي مش هقعد على الكرسي. وصممت ان انا اخش من مكتبي ومن بوابتي، ودخلت ووقفت في وسط المظاهره واتكلمت مع اهالينا اللي كانوا قاعدين. والحمد لله بدانا هنا بقى اللي بقى فيه الحوار في الشارع. ان انا بقى موجود دايما في الشارع عشان امنع اي كلام مناوئ
لهذا الموضوع وشايفين ان القياده التنفيذيه اللي في المحافظه موجوده في الشارع فشايفه كل حاجه. طب ملف العشوائيات انت داخل وانت يعني مذاكره من ناحيه واخد قرار فيه. بعد ملف العشوائيات يعني تعاملت مع المشاكل الاخرى ازاي؟ ازاي نطور بقى السلوك العشوائي؟ احنا شلنا العشوائيات وبنينا اماكنها ودي كانت الحاجه الميزه اللي في محافظه بورسعيد ان احنا ما سبناش الارض فاضيه. يعني لو شفنا مثلا اللي هي مكان القنوات الداخلي اتعمل مكانه الاسواق الحضاريه لبورسعيد سوق السمك والبازار ده كان تكلفات مساله الرئيس وبنعمل حاليا دلوقتي سوق الملابس المستعمله اللي موجود حاليا دلوقتي وطورنا الشوارع المنطقه عزبه ابو عوف عملناها اسكان للطبقه الفوق المتوسطه وكومباوند على اعلى مستوى المنطقه اللي هي بتاعه اللي عند السكه الحديد خصصناها مباشره على طول لتبقى مقر للضرايب العقاريه مجمع للضرايب العقاريه وشفنا بقى الشوارع بقى شكلها ازاي واللاندسكيب بقى شكله ازاي بالاضافه للجناين اللي موجوده هناك فكل منطقه عشوائيه كنا بنزلها الابوطي كنا اول مره نشتغل في الابوطي بنظريه ايه؟ ان الدوله ما فيهاش ولا مليم بس الابوطي دي منطقه كانت خطر كمان يعني كانت خطره جدا الابوطي كانت منطقه الاخوان كانوا بيلعبوا فيها سياسه جامد والمنطقه عزبه ابو عوف كان فيها مشهوره بالخارجين عن القانون في المنطقه ديت فاتعاملنا مع الملف ده غير الملف ده الملف بتاع الابوطي يعني اشتغلته لانه هو ده فيه هنا في ملف سياسي يعني ملف سياسي فلازم نشتغل ولكن ده جنائي بالتعاون مع الاجهزه الامنيه وكل اجهزه الدوله وفي نفس الوقت خصصنا الارض لاهالينا في الابوطي اللي هو بلوكات وهم اللي بنوا وشفنا العمارات طالعه ازاي في الابوطي شكلها ازاي وشفنا الشوارع هتبقى شكلها ازاي وبدانا نشتغل احنا لما العمارات بدات تظهر بدانا بقى ندخل المرافق بقى عمل الصرف الصحي وعمل الطرق والحاجات دي كلها عملنا كورنيش ورا الابوطي على طول اللي هو كورنيش اللي موجود على بحيره قناه الاتصال وده اول كورنيش اتعمل على بحيره المنزله برضو من توجيهات سياده الرئيس اللي هو اخذ من اول قناه الاتصال لغايه الاسراء كمرحلة أولى وإن شاء الله يمتد للمرحلة الثانية فكان الملف ده كان ملف شائك جدا والحمد لله.